السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية طيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. كما عودناكم دائما بإعطائكم المفيد والجديد عبر قناة فن تربية طيور، اليوم جبت لكم نوعين من الغذاء والمناقيع المهمة لطائر الكناري وخصيصا في هذه المرحلة. هذه المناقيع أخوتي الأعزاء سوف تساهم معك في عملية التجهيز وسوف تساهم معك في عملية الإنتاج. طبعا الآثار تبعها راح تكون واضحة في أثناء عملية التجهيز وأثناء عملية التزاوج. رافع مناعة قوي، مغذي للبكتيريا النافعة، تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات والمواد التي تحتاجها الطيور. قالوا عنها القدماء: لو عرف الإنسان قيمتها لباع بوزنها ذهبا أو لبدلت بذهبا. اليوم موضوعنا أخوة الكرام عن مادة الحلبة. طبعا راح نقوم بتقريب الكاميرا وتصويرها بشكل جيد حتى تبين المادة بشكل صحيح. مثل ما أنتم شايفين مادة الحلبة، تحتوي مادة الحلبة أخوة الأعزاء على قيمة غذائية عالية ومهمة كثير للطائر داخل القفص، فاتح للشهية ومغذي عام. ونحن كثير بنشوف من الطيور انه في عندنا مشكلة بالاكل، يعني بنقدم له وجبات طعام وبنشوف انه ما عم تاكل بشكل جيد، بتضل في حالة تسييف ومع انه بطنه نظيف. فشو لهذا السبب؟ لازم يكون في عندنا نحن مواد بتساعد في عملية فتح الطائر لشهيته واعطائه قيمة غذائية معينة داخل جسم الطائر. طبعا اخوة الكرام مستمر معكم بالحلقة، ولكن بتمنى من كل شخص عم يشوفنا دعمي بقناة الثانية كنوز الطبيعة. طبعا هذيك القناة اخوة الاعزاء راح اتكلم فيها بشكل كامل عن اهم المواد الطبيعية المفيدة لصحة الانسان والطريقة الصحيحة في استخدام هذه المواد، وتم اللقاء مع اكثر من طبيب. راح تنزل فيديوهات باذن الله تعالى في الايام القادمة، لقاء مع الدكتور مصطفى، وايضا ممكن ننزل فيديو لقاء مع الدكتور فراد. فبتمنى منكم اخوة الكرام متابعة هذه القناة فضلا وليس امرا، والفيديوهات اللي تنزل حقيقة فيها فوائد كثيرة لك ولاطفالك، فبتمنى منكم تتابعوها. طبعا اخوة الاعزاء نكمل معكم بالحلقة. كما قلنا ان مادة الحلبة عبارة عن مهيج جنسي طبيعي، عبارة عن فاتح شهية للطائر وخصيصا الطيور، وخصيصا الطيور التي تكون تعاني من مشكلة ضعف في الغذاء. يعني بنشوف نحن الأنثى أو الذكر عم ياكلوا ولكن ما عندهم اللهم صل سيدنا محمد الصحة الكاملة، النشاط داخل القفص. لهيك الأمر أو لهذا الأمر خصيصا طيور الكناري والأجنبي منها نستخدم معهم منقوع الحلبة. طريقة تقديم منقوع الحلبة مثل ما انتم شايفين، انا محضر بمشربيه، مناقع بمشربيه الحلبة الموجوده فيها. تعطيش الطائر لمده ساعتين مع ارتفاع درجات الحراره، ساعتين كافيه، نعطش الطير ساعتين، بعد ذلك نقوم باعطائه المشربيه. طيب بالنسبه للنقع، مشربيه ال100 ملي، مشربيه ال100 ملي نقوم بوضع نصف معلقة صغيرة، نصف معلقة صغيرة للمشربية، تنقع لمدة ساعتين، تنقع لمدة ساعتين لحتى تختمر الحلبة وتتحلل المواد الموجودة فيها، وبعد ذلك تقوم بتقديمها لطارك. طبعا أخوتي الكرام من فوائد الحلبة طرد الفاش، من فوائد الحلبة تطهير جهاز الهضمة، من فوائد الحلبة مثل ما حكينا بالموسم التجهيز، بموسم الإنتاج راح نشوف فوائد فيها بعلاج النقطة السوداء، يعني ابغى اشوف النقطة السوداء عند طيورك. من فوائد الحلبة أخوة الأعزاء أيضا مساهم بعملية تنشيط الطائر داخل القفص. طيب يا أبو النصر حكيت لي عن منقوع الحلبة، شو المنقوع الثاني؟ المنقوع الثاني أخوة الأعزاء هو خل التفاح. لمشربية ال100 ملي نضع 5 قطرات من خل التفاح الطبيعي وتقدم للطائر. من شأنها أولا محاربة التشحيم، محاربة التشحيم، منظف للطائر ولمعاء الطائر، بالإضافة إلى ذلك
مع هذه الفوائد لخل التفاح الطبيعي 5 نقاط أيضا بيساهم بعملية تغذية البكتيريا النافعة داخل جسم الطائر أو داخل أمعاء الطائر، وأيضا مقوي لعملية أو فاتح شهي للطائر حتى يتغذى بشكل صحيح ويأكل بشكل صحيح. طيب أعطيتنا إياهم كمناقيع وقدمناها للطيور وفيهم إفادة كبيرة، شو فينا نستخدمهم أيضا لخل التفاح والحلبي؟ نستطيع من خلال خل التفاح والحلبي أن نضع معلقة صغيرة في ماء الاستحمام للطائر، نضيف إليها 5 نقاط من خل التفاح الطبيعي، بتساهم أولا بإعطاء رونق ولمعان لريش الطائر، تساهم بعملية تخليص الطائر من الجص، تساهم يعني مو الطائر مصاب بالجص تيجي تعطيه اللي ما راح الجص، قبل ما يصيبه الجص، قبل ما يصيبه الجص نعطيه ماء الاستحمام لحتى ما يصير فيه جص. أيضا مع ماء الاستحمام إذا كان وجود فيه فاش يقوم على عملية طرد الفاش، وأنصح كل مربي في الأيام القادمة أنك تفعل زر الجرس لهذه القناة، لأني راح بلش معاكم خطوة بخطوة من التجهيز إلى الإنتاج بإذن الله تعالى، وراح أحكي لكم شو عملت بالتفصيل مع كل قفص. طبعا حاليا عندي 6 ولسه راح أجيب ولسه راح أشتري بإذن الله تعالى 6 ولسه راح نجيب، وراح نشتغل معاكم خطوة بخطوة لكل طائر شو اشتغلنا معه. إلى هذا القدر أكتفي معاكم بهذه الحلقة، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، لا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك في القناة ومتابعة قناة الثانية فضلا وليس أمرا، قناة حبيب عفوا قناة كنوز الطبيعة. فأتمنى منكم أخوة الأعزاء متابعتي على هذه القناة، وأيضا أي سؤال أو أي استفسار عندك بخص الطيور الزيني، إن كان الكناري، إن كان الحسون، إن كان الباجي، إن كان الروز، إن كان الفشر، أي شيء تبحث عنه بالنسبة للطيور سألني إياه بالتعليقات وراح تتم الإجابة عليه بإذن الله تعالى. بالإضافة إلى ذلك الدرس المهم اللي غفلتوا عنه كثير وكثير منكم ولحد الآن بصادفكم عندي بالقناة وبالتعليقات، أبو النصر شو علاج كذا، أبو النصر شو علاج كذا، ارجعوا للتشخيص، درس علاج اكتب من فوق فن تربية الطيور على اليوتيوب، فن تربية الطيور علاج أو تشخيص أمراض الطيور، بيطلع عنكم حلقة كاملة عن تشخيص الأمراض إن كان المعوي وإن كان التنفسي، اكتب المعوي بيطلع المعوي، اكتب التنفسي بيطلع التنفسي. بعد ما تشوف الأمراض وتأيقن من هذه الأمراض وتعرف شو المرض طارك بدك تكتب فن تربية الطيور علاج مرض الكوكسيديا، بيطلع عندك درس الكوكسيديا، علاج مرض الكبد بيطلع عندك مرض الكبد. يعني حاول أنت تتفاعل وحاول أنت تساهم بهذه القناة من خلال أنك تبحث عن الفيديوهات وتبحث عن الفيديو وتطبقها على طيرك، تبحث عن الفيديو وتطبقه على طيرك. لهذا القدر بكفي معكم بهذا الفيديو، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، برجع بكررها اللايك والشير والاشتراك، سلام.